لأن الإسعافات الأولية أصبحت ضرورية في بيت كل أسرة، وتطبيقا لبرنامج المديرية العامة للحماية المدنية، نظمت اليوم مديرية الحماية المدنية بتندوف على مستوى دار الثقافة افتتاح الأيام التكوينية للدفعة الأولى لمتربصي الإسعافات الأولية تحت الشعار مسعف لكل عائلة. وقد شهدت الانطلاق ورشات تحسيسية وأخرى تمثيلية عن بعض تقنيات الإسعاف الأولية والتي أداها متربصون سابقون تكونوا على يد مختصين من ملائكة الأرض في أعوام سابقة. في إطار شعار الحماية المدنية التي انطلقت فيه المديرية العامة للحماية المدنية منذ 2010 تحت شعار مسعف لكل عائلة، نشهد اليوم انطلاق الدفعة الأولى لسنة 2020 المتكونة من 26 مسعف لفائدة المجتمع المدني على غرار الدفعات السابقة منذ 2010 والتي بلغ عدد المسعفين فيها المتكونين حوالي 600. الفئة المستهدفة فيها هي الأفراد العائلة، علاه نقولوا مسعف لكل عائلة، نستهدف أفراد العائلة لأن العائلة هي الخلية يعني الأولى في المجتمع، ونحن نستهدف يعني الأفراد العائلة لأن الحوادث في الحقيقة لا تنبئنا بوقت وقوعها. الرقيب إسماعيل مصطفى، مكلف بمكتب التكوين على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية تندوف. أما بالنسبة لهذه العملية، من أجل إعطاء صدى واسع وتطبيق البرنامج المسطر من قبل المدير العام بإشراك جميع أطياف المجتمع المدني وممثلي الجمعيات والأسرة الإعلامية، تم اليوم إعلان عن انطلاق العملية من طرف سيد المدير الحماية المدنية لولاية تندوف عن إجراء الدورة الأولى لسنة 2020. مسعفة متطوعة قوس الرميسة مشاركة سلفا في دورة الإسعاف مسعف في كل عائلة. من خلال المشاركة في هذه الدورة تلقيت العديد من التعليمات والمهارات لكي أستطيع التدخل في أي حادث يصادفني. بالنسبة لي أنا كمواطن شفت الإعلان تاع الحماية المدنية عبر الفيسبوك، ودفعت الملف نتاعي للمديرية تاع الحماية المدنية باش نتقدم نتعلم الإسعافات الأولية بالنسبة لهذا البرنامج تاع مسعف لكل عائلة، وإن شاء الله ربي يوفقني ويوفق إن شاء الله الجماعة اللي راهم يتهونوا معايا إن شاء الله. في حين شهد انطلاق الدورة تكريم أكبر مسعف وأصغر مسعف، فقد تم عرض فيديو توضيحي عن تاريخ الدورات السابقة، وسيدوم التربص الأول 21 يوما كاملا ابتداء من 26 جونفي، ليبقى الإسعاف ضرورة ملحة وثقافة لا بد أن تطرق كل باب. Thank you.